هتقفح تقفح تنحركش متحركش اكسيون عسلم الناس الكل مش نحكي ولا حاجه سبيسيال على الاخر فماش حاجه سبيسيال على الاخر مهبول يعني مريض سبحان الله الحب من اول نظره ولا الكود فودو اللي تتعلق بانسان كيفك كيف لدرجه انك تولي تفرح كي تراه ودقات قلبك تتسارع عندما تتشاطرون اطراف الحديث وكل لغه حصيل نعرفش اسكو كانني قاعد نرى انه الحب من اول نظره حاجه بيزار يعني امر مبالغ فيه شويه ولا برشا مش حكيت راسي قمت نحكي هكا اما كمان قاعد نوصف في الشيء اللي قاعد نرى فيه كل يوم خاطر حبينا ولا كان اغلبيه العباد مش في بالهم انه الحب من اول نظره باش يصير معاهم لا ومامنين زاد انه باش يصير معاهم وبطريقه كيف ما هيك غلط ضحايا افلام الرومانسيه صدقني شيء سخف والله دي جلس من الاحساس هذا يخوف الحب من اول نظره يعني اي واحد باش تجي عينك في عينه حتى بمحض الصدفه باش تولي تحبه اي واحد او ماي جاد نو برا عاد كنكرشيت على طفله تولي تشوف فيك الحاجه المقدسه قدامك لازمك تحبها وتقدرها وما لازمكش تمسها وتخاها حتى لين الكراش متاعك تعرف تعرفك مرة أخرى وحسس خايف برشا هابو سيب المعزة شباب معزة هذا ليلة مش ولدي هذا ولد أختي هو ولدي أطول مني في بالي خاطر عندي برشا معرسة هكا نكون وصلنا لاخر فيديو ان شاء الله يكون عجبكم ممكن تحبوا تسبورتينا عملنا سبسكرايب وخلينا لايك واهم حاجة بارتاجي الفيديو مع صحابك ميرسي بوكو ولقانا في الفيديو الجاي باي Just say he meant. Just say he meant.